يعني الإسلاميون لدينا شيعة وسنة لم ينتهوا بعد، بل لم ينتجوا فكرا أو فلسفة سياسية. الحل الأول أو الخطوة الأولى لإخوتنا في الإسلام السياسي هي أن يختاروا، إما أن يعترفوا بأن الإسلام لم ينتج فلسفة سياسية للدولة، وهذا هو الواقع. واقع التاريخ السياسي الإسلامي هو أنه في المرحلة الراشدة الأولى الرسول والخليفتان الأول والثاني اعتمدوا على مرحلة هذه العلاقة القوية بين المجتمع أو أفراد المجتمع الذي بناه الرسول، وكانوا أناسا لهم انتماء قوي للإسلام وحكموا من دون مشاكل. لكن بعد اغتيال عمر بن الخطاب اكتشفنا بأنه هذه الدولة برؤسائها الثلاثة لم ينتجوا مؤسسات تحمي عثمان من الثورة الشعبية وأن يقتل، أو تحمي علي بن أبي طالب من الفكر والممارسات الانفصالية والتمرد. أما بعد هذه المرحلة التاريخ الإسلامي هو تاريخ طغياني تسلطي ديكتاتوري، لم تنتج في كل مراحل الإسلام منذ الدولة الأموية إلى اليوم دولة إسلامية تحترم حقوق المواطن، بل كلها كانت تسلطية تعتمد على أن الحاكم هو ظل الله في الأرض وعليك السمع والطاعة أو تقطع رقبتك. هذه هي التجربة الإسلامية. فإما أن عليهم أن حتى أحزابنا اليوم هم أخذوا ما هي، لم يقرأوا روسو ولم يقرأوا مونتسكيو وفلاسفة العقد الاجتماعي، قرأوا سيد قطب وقرأوا بقية مخلفات الفكر الإسلامي الاستبدادي. يعني إما أن يذهبوا مذهبا يعودوا إلى أصولهم كما فعل السيد الخميني مثلا، ذهب إلى الأصول الإسلامية واستخرج ولاة الفقيه، نتفق أو نختلف معها، هي فكرة من داخل عمق